طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي بمدارس المنتزه الخاص، أهلا بيكم يا ولاد. هناخد مع بعض شوية حاجات مهمة جدا 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 في الرياضة، وهنلعب مع بعض كتير جدا. يلا بينا الأول نبتدي نعد مع بعض. واحد، هنا عندي كام؟ اتنين، وبعدين تلاتة. يلا نعد، هنا عندي كام؟ أربعة. يلا نكمل، عندي كام؟ خمسة، ستة، سبعة، وبعدين هنا عندي 8 أرانب، يبقى 8. هنا عندي كام؟ هنا عندي 9. وبعد كده عندي كام؟ عندي 10. كنا اخدنا يا ولاد كلمة واحد، وعرفنا ان كلمة واحد بتتكتب ازاي. واو الف ح دال. كلمة واحد بتتكتب ازاي؟ واو الف ح دال. وبعد كده اخدنا كلمة اثنان. اخدنا كلمة ايه؟ اثنان، الف س نون، الف نون. النهاردة بقى يا ولاد هناخد كلمة ثلاثة. كلمة ايه؟ ثلاثة، ث لام ألف ث ت مربوطة. تاني، ث لام ألف ث ت مربوطة. وبعد كده آخر كلمة معانا كلمة ايه؟ أربعة، ألف ر ب عين ت مربوطة. ألف ر ب عين ت مربوطة. دلوقتي بقى يا ولاد يلا بينا نلعب الألعاب دي مع بعض. أول رقم فوق هو الواحد، يلا بينا ندور على كلمة واحد. فين كلمة واحد؟ طبعا كلنا شايفينها، يلا نوصلها. طيب يلا عايزين ندور على حاجة واحدة. فين الحاجة واحدة؟ طبعا السمكية اللي تحت دي، يلا بينا نوصلها. طيب بعد كده اتنين، يلا بينا ندور على كلمة اتنين، طبعا كلنا شايفينها. وبعد كده هنوصلها بالاتنين اللي فوق عشان هما حاجتين. ويلا بينا نلعب لعبة تانية. اول رقم فوق عندي اربعة، يلا بينا بسرعة ندور على كلمة اربعة. فين كلمة اربعة؟ ها اهي لقيناها، يلا اربعة. طيب يلا ندور على اربع حاجات. تعالوا كده نعد لفوق، واحد اتنين تلاتة. لا لا دول تلاتة، احنا عايزين اربعة. طب تعالوا نعد اللي تحتيهم، واحد اتنين تلاتة اربعة، لقيناها يلا بينا نوصلها. طيب بعد كده تحت عندي تلاتة، يلا بينا ندور على كلمة ثلاثة. وبعد كده لو عدينا اول حاجة فوق هنلاقيهم ايه؟ ثلاث حاجات. اللعبة اللي بعدها بقى يلا بينا نخمن. عايزين نطلع صورتين يكونوا شبه بعض او متعلقين ببعض. تعالوا مثلا ناخد دي مع دي. طلعت غلط، تعالوا نجرب تاني. تعالوا ناخد دي ودي، برضو غلط. طيب تعالوا دي مع دي، صح. طب هنا اتنين، تعالي ناخدها هنا، لا غلط. طيب دي اهي، لقينا ثلاثة. واحدة، يلا نختار انه اختار هنا. وبعد كده اخر اتنين. يلا بينا بقى عايزين نحط اكبر او اصغر او يساوي. مين اللي اكبر يا ولاد؟ الستة اكبر ولا الاربعة؟ ست حاجات واربع حاجات، يبقى مين اللي اكبر؟ طبعا الست حاجات هما اللي اكبر. طيب يلا بينا بقى نفتح بق السمكة وتجري تاكل مين؟ تاكل الستة، علشان الستة هي الاكبر. طيب.
عندي 3 حاجات وعندي 9 حاجات، مين اللي أكبر، التلاتة ولا التسعة؟ طبعا التسعة هي اللي أكبر. يلا بينا نفتح بق السمكة ناحية التسعة. بعد كده عندي 4 و4، هي مين أكبر؟ ده مع 4 حاجات وده مع 4 حاجات، ده الاتنين زي بعض، يبقى نحط ايه؟ طبعا يساوي. يلا بينا نجري ونحط اليساوي. ودلوقتي يا ولاد عندي كلمتين مهمين جدا جدا، السابق والتالي. السابق، السابق يعني ايه؟ السابق يعني اللي قبله. السابق يعني ايه؟ اللي قبله. يعني انا لما اجي اقول لك انا عايزة العدد السابق للعدد 5، العدد السابق للعدد 5 يعني انا بسألك هو قبل الـ5 مين؟ طبعا قبل الـ5 4. طيب انا بقول لك العدد التالي، التالي للعدد 5، التالي يعني اللي بعده، يعني بقول لك هو مين اللي بعد الـ5؟ اللي بعد الـ5 كام؟ 6. يبقى السابق يعني اللي قبله، والتالي يعني ايه؟ اللي بعده. معرفنا يعني ايه العدد التالي ويعني ايه العدد السابق. يلا بينا بقى نلعب تاني. هنا بيقول لي العدد التالي للعدد 5، التالي الـ5 يعني العدد اللي بعد 5. يلا لما نعد 1 2 3 4 5 6، يبقى اللي بعد الـ5 هو مين؟ 6. يلا بينا نختار 6. بعد كده العدد السابق للعدد 8، السابق يعني اللي قبله، السابق يعني ايه؟ اللي قبله. طيب مين اللي قبل 8؟ تعالوا كده نعد 1 2 3 4 5 6 7 8، مين اللي قبل 8؟ الـ7. يلا بينا نختار الـ7. قالوا اخر لعبة معانا يا ولاد هي ترتيب، عايزين نرتب الارقام اللي قدامنا دي ترتيبا تصاعديا. يعني ايه تصاعديا؟ يعني من الصغير للكبير. يلا اصغر رقم معايا هنا مين؟ اصغر رقم هنا الاتنين. يلا ناخد الاتنين ونسحبها ونحطها في مكانها في الاول. طيب وبعد كده عندي 7 و9 و5، ها مين اللي يتحط بعد الاتنين؟ طبعا الـ5 الاول وبعد كده 7 و9. انبسطت جدا يا ولاد معاكم النهارده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو كتير الاسبوع الجاي. كلنا هنلاقي ورقه PDF موجوده تحت الفيديو، كلنا نطبعها ونحلها ونبعتها تاني على صفحه المدرسه عشان نعلمها ونشوف مين اللي جاب اعلى درجه وما غلطش ولا غلط.